ميرسي. اصل الكوافير حضرتك ألف مبروك. بهدلني ألف مبروك. الولد بتاع المونيكير وقع المونيكير علينا فيدوبك غيرنا يدوبك لحقنا. زوق لنا العربيه دي لو سمحت. لا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ثانيه واحده حضرتك انت مش حاجه. ايه اللي زوق لنا العربيه دي؟ العربيه دي تتزوق تزويق املوكي. قول له اها الدرايه ذكيه. مش كفايه انك صممت تيجي معايا الحد بتاع الورد؟ انا باجي ليه معاك بقى؟ سوري معلش معلش بقى انا هضطر اقول. بص كده جلده يعني. ما انت ممكن تعمل حركه فيا تحط لي ورديه قدام ورديه ورا وتقول لي العربيه اتزوقت. ايه يا ذكيه كل حاجه عندك بخيل بخيل بخيل. الله انت بخيل فعلا. هنلف وندور على بعض ليه؟ هتخليني ازعق؟ خلاص خلاص زوق لنا اعمل العربيه دي على سنجه 10 وما يهمكش الفلوس. لا يا حاضر لا يا حاضر. يا حسن مبسوطه كده يا ذكيه؟ لا اتبسط امتى بقى؟ لما اشوف الحاجه معموله. هتلف وتدور عليا قلت ايه اشرب عليه من ميتك لما اشوف العربيه على سنجة 10. حاضر. الاسفرايه دي يا ريت حضرتك تجيبها كده. ايوه ميرسي ميرسي. يا اخ انت اعمل الاحمرايه دي كده. ايوه كده على جنب. كويس كده يا ذكيه؟ لا الحاجه الحلوه لازم الواحد يقول عليها حلوه طبعا زي الفل كده تمام. اي خدمه تانيه؟ نفوت على امي ناخدها وبعدين نروح لامك ناخدها. لا نفوت على امي انا الاول وبعدين نفوت على امك بعد كده. هي امك احسن من امي؟ اصل امي عامله مكياج واخاف اتاخر عليها المكياج يسيح منها. ما امي برضو عامله مكياج بالساعه 3 الظهريه وبرضه ممكن يسيح منها. ولا انت مكياج امك احسن مكياج امي؟ ست نكديه. ايه بتقول ايه؟ لا مفيش بقول الحمد لله ان المأذون لسه ما كتبش. يلا 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 بلا بلا وجع قلب بلا هم بقى. اللي ما كتبش ده انا واخدك تخليص حق يا راجل. تخليص حق؟ ايوه. الجوازه دي مش هتتم في 60 داهيه ان شاء الله ما تمت. ايه القرف ده؟ وانت شبه الزراديه. يلا تكنيله يا رب العجل الاربعه يترقعوا فيه. يا رب العجل يترقع فيكوا نيله كده. وانت البرومه واكلاك. تصور حضرتك بقى العذاب اللي انا فيه طول عمري. انا بص الراجل ده دخل عليا بالحنجل والمنجل وعمل فيلم كبير قوي وعاطفه وا 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 وا. حضرتك يا ناس عايزين فلوس. فلوس ايه حضرتك؟ فلوس الورد اللي اتحط على العربيه. ورد ايه حضرتك؟ انا خدت منك ورد حضرتك؟ حضرتك مش كنت جاي ومعاك واحد دلوقتي عريسك وقلت اعمل ورده وافصر ايه ومعرفش ايه؟ ايوه حضرتك ده كان وانفصلنا خلاص بقى ما اتجوزناش ولا حاجه وانت شفت الاشكال بنفسك. طب واحنا اللي فشكلنا لكم الجوازه دي؟ لا حضرتك هي عتاب بقى معرفش. احنا دلوقتي عايزين فلوس الورد. حضرتك انا خدت منك حاجه؟ حضرتك انا مديت ايدي على حاجه؟ مش قعدت تقولي لي ملوكي ومش ملوكي؟ لا قلت له هو يقول لك ملوكي لكن هو قال لك اصرف زي ما تصرف وهدفع لك كل حاجه. هو اللي قال وهو قال. حضرتك انا دلوقتي ما اعرفش حد خالص غيرك. انا خدت منك ورد خلينا واضحين. خدت منك ورد؟ خدت ورد انت وجوزك. جوزي مين؟ لمبه سابني ما لحقش يبقى. ايوه الكوافير عامل مشاكل في الفرح وعايز الحاجه بتاعته. الكوافير عايز الحاجه بتاعته اهي. خد خد. كويس كده يا ذكي؟ لا 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 الحلو يتقال عليه حلو. تمام كده يا فندم. ما حدش يقدر طبعا. رأي حضرتك؟ لا الله ينور عليك. الله ينور عليك. لا شغل عجبني طبعا. الزقوا بقى علشان بص لو ده في الهوا هوبا اعطر. نعدي على مامتي ناخدها وبعدين نعدي على مامتك ناخدها. طب وليه بقى ما عديش على مامتي انا الاول؟ ناخدها وبعدين مامتك. هي مامتك احسن من مامتي؟ ست نكديه. بتقول ايه؟ بقول الحمد لله ان المأذون لسه ما كتبش. ما كتبش ما كتبش. انا واخدك بخلصان حق. خلاص حق؟ ايوه. الجوازه دي مش هتتم ان شاء الله ما تمت. يلا 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 يلا. جاتك خيبه عليك وانت شبه الضفدعه كده. يلا ده حاجه تقرف. لا حسبنا على الورد دلوقتي يا خبا. هو دلوقتي وحضرتك مش كفايه ان راجل سابني بعد ما كنت مرتبطه بيه؟ يعني انا دلوقتي بقيت متسابه؟ يعني واحده زي بقيت متسابه؟ احنا مالنا احنا؟ بصراحه ما انكرش ابدا ان انا بحبه بحبه بحبه. سيبك بقى من انه قصادنا كده قصادنا كده لكن فعلا قلبه زي الخشافه. بس في عيب حضرتك بقى شفت له كده يروح ناطط زي الضفدعه ولادعني في عيني. بص حضرتك هنا بص
بص حضرتك العدسه دي هتلاقيها اكبر من دي. بص حضرتك يا ست ده انا مالي احنا بالحاجات دي. طب اقول لك على حاجه، كنا قاعدين على الكنبه كده وبابي ومامي قاعدين بيعملوا فشار، كان الشتا يعني فبيتدفوا على البتاع كده، فقال لهم فشار ايه، وراح ناطط على الكنبه وراح واخدني على تابلت ودني كده، ولذلك ودني دي ما بسمعش بيها كويس خالص اهي. يا ست احنا مالنا بالحاجات دي كلها؟ انا ما اعرفش بيعمل كده. دي حاجات بينك انت وبين هو، واحنا مالنا، احنا عايزين حساب الورد. في عروسه تمشي معاها فلوس، ادي الفستان اهو. قلعك الدهب اللي انت لابساه. دهب ايه؟ انت عارف هو عامل ايه بقى؟ عمل ده كله كوره وخلى الدهب الاساسي شاله في الخزنه، خده كله ما يجيبش 2 جنيه. اتفضلي بقى مع حضرتك كده جوه المحل، ما تمسكش ايدي لما يجي. لا دي مصيبه اللي انت عاملها دي. طب يا ست ملعب يعني تمسك ايدي انت اتجننت؟ طب اعمل معاك ايه؟ دي عتبه نحس. طيب يا ست عتبه نحس، عاوزين دلوقتي حسابنا. نظري تعف وتعبت ودي دي وجعاني من يا كل يا ست انا مالي بالحاجات دي. بص حضرتك انت لا ليك فلوس ولا حد لي عندي حاجه يعني. وسلام عليكم. خد بايدي يا تقاوي. طب قطم رقبتك يا اخي، انت ما عندكش اي احساس خالص؟ مش تمسك ايدي وانا طالعه؟ لو سمحت زوق لنا العربيه دي. يزوق ايه؟ ما تقول له، قول له يتزوق تسبيق املوكي، وانا هتجوز كل يوم والتاني، هي جوازه مره واحده. جرايه ذكيه، مش كفايه سمهم تيجي معايا لحد محل الورد؟ ايوه اجل، ان انت بخيل بخيل بخيل. خلاص خلاص، زوق لنا عامل العربيه ديت، ما يهمكش الفلوس. اعمل لي دي بعد اذنك الفيونكه دي. لا هديني هنا كده. ايوه عدلها عدلها. ايوه بالديول دي. ميرسي قوي يا جماعه، ميرسي قوي، ميرسي قوي، تعبناكم. نفوت على امي ناخدها وبعدين نروح لامك ناخدها. طب ليه ما نفوتش على امي انا الاول وبعدين نفوت على امك؟ هي امك احسن من امي. امي عامله مكياج، اخاف اتاخر عليها يسيح منها. ما امي عامله مكياج واخاف برضه اتاخر عليها يسيح منها، يعني مكياج امك احسن مكياج امي؟ يا ساتر، ست نكديه. مين دي اللي نكديه؟ الحمد لله ان المأذون لسه ما كتبش كتاب. يا سلام، ده انا واخدك تخليص حق. تخليص حق؟ ايوه. الجوازه دي مش هتتم. يلا يلا يلا، وانت شبه ام الخلول كده. يلا تكوكسه، يا رب البارومه تاكلك وتخلص وتموت. يا رب العجل الأربعة يضربوا فيك. معلش. شايف القصير ده؟ القصير ده يجيني البيت يقعد معانا 5 دقايق ينكد عليا، وهو الطول ده اللي انت شايفه ده، وانا شفت طول ايه عادتك يروح طاير ويروح لدعني في عيني. بص حضرتك ولا مؤاخذة، حجر النضارة قد ايه؟ بص بص حضرتك انا مش بشوف كويس علشان اذاني. وجاي خالي ياخدني باذن الله المستشفى اعمل ادجست ايت برول، قالوا لي كده الدكاتره. انا عايز اعرف دلوقتي يا فندم. ايوه. ساب الورد ده عند مين؟ انهي ورد حضرتك تؤمر؟ العربيه. عربيه ايه؟ اللي مشيت دلوقتي بتاعت جوز حضرتك اللي مشي. لا مش جوزي، مش جوزي سابني. انا بقيت متسابه دلوقتي، بقيت متسابه، بقيت متسابه. طب وبعدين يعني؟ مشي وسابني، بقيت متسابه. طب وبعدين يعني؟ ما احنا عايزين نفهم برضه حاجه يعني. ايوه حضرتك افهم. الورد ده على حساب مين؟ حضرتك يروح داخل علشان انا بحبه وشايلله في قلبي، بكن له معزه معينه، يقوم بقول لحضرتك يونت، عارف حضرتك الضفادع؟ تفاجئ ضفدع عامله كده طاير ولادعني في عيني. طيب فضل حضرتك على عين الشمال دي بالذات. بص حضرتك شفتها يا مدام؟ انا شفتها. مدام ايه؟ انا انسه شفتها. انا ما دخلتش. انا مش عايزك. عايزك تنرفزيني بالكلام بتاعك دوت. انا عايز فلوسي دلوقتي بس، ده اللي انا طالبه. ايه المشكله؟ الله يمسيك بالخير يا بيسو. انا عايز 100 جنيه و15 حضرتك دلوقتي. عايز 115؟ في عروسه بتمشي ومعاها 115 يعني؟ يعني انا نازله اجيب خضار مثلا؟ ايه ده؟ ايه لبس اللبس يعني ده؟ اصل انت مش هتمشي من هنا. يعني هتعمل ايه يعني؟ هعمل فيك اللي ما هيتعمل بقى. انا عايز فلوس دلوقتي. لا هتقدر ولا هتاخد فلوس ولا هتاخد زب. في ايه؟ في ايه؟ ساعة ما دخلنا العتبة دي كانت عتبة نحس علينا. لا غلط، مش عايزين. ماشي غلط، مش عايزين. لا. عشان بصي انا مجنون. ليه؟ ايوه انا ده اللي حصل. الربع اللي عندي ما بيضرب ما بيعرفش حاجه، ولا يضرب ولا يقدر يضرب. ايه الكلام اللي بيقوله ده حضرتك؟ أيوة عايز فلوس الورد. وطى عليا التقاوي كده، جوزي اللي كان هيبقى جوزي ده ماله؟ وطى عليا كده تقاوي، راح قايل لي شايف الراجل ده عينيه مدوره وسافره،
هيحسدك. قالها من هنا وهو سابني عشان انت بقرية. وعنده حق. امال يعمل ايه؟ عنده حق، عينيه هو المقورة كده اللي خربت العلاقة بينه وبين حبيبي طقطق. وانت ليك علاقة اصلا مع حد؟ ازاي يعني؟ انت علاقة فاسدة. انا علاقة فاسدة؟ اه. مرسيل ذوقك، مرسيل اخلاقك. طب ايه المرسي احنا؟ لعلمك بقى حضرتك عشان تبقى عارف، انا هجيب كرسي واقعد بينا، هجيب كرسي واقعد في الحتة دي. ليه؟ واللي رايح واللي جاي هقول له، اللي رايح واللي جاي هقول له ان انت عليك مدورة، واللي يخش هنا بيتحسب. طب وعلى الله تقعد هنا؟ لا هقعد هنا. تحدفين بالطوب؟ هم حدفوك بالطوب الناس اللي ماشية. لا ولا حد يقدر يقربني. دلوقتي الجزء ده اتصور. لو حضراتكم عايزين تزيعوا هنقول نزيع، مش عايزين تزيعوا بلاش نزيع. لا زيع زيع زيع. شكرا. زيع نزيع. زيع شكرا. نزيع. زيع ايه؟ نزيع. نزيع. زيع شكرا. نزيع. نزيع شكرا. زيع. 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 لا زيع يا فندم. زيع خلنا نصدق. زيع. نزيع. زيع. طب شكرا. اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية، والأكتر